بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ مع بعض شباب جزء جديد في منهجنا النهارده، جزء تدريبات العملية في برنامج الفيجوال بيزك ستوديو 2010. اتكلمنا بعد كده في الجزء النظري في البرنامج، وقلنا إن البرنامج ده يا شباب من أجمل البرامج الخاصة بالبرمجة أو إنشاء البرامج أو إنشاء برامج بالنسبة للكمبيوتر، فيجوال بيزك ستوديو 2010. طيب تعالوا مع بعض كده يا شباب نقرا مقدمه التدريب. مين اللي هيقرا معايا؟ اقرا يا استاذ. اتفضل. طيب مقدمه التدريب صح. تعد البرمجه بلغه فيجوال بيسك ستوديو شيقه وممتعه، وذلك لما تمتاز به من تحكم المبرمج في البرامج التي يقوم بتصميمها من ناحيه واجهات الادخال للمستخدم والعمليات الإجرائية للبرنامج، وأخيرا المخرجات التي يحصل عليها المستخدم. وسأتعرف في التدريبات القادمة على برمجة باستخدام فيجوال بيسك ستوديو اللي تكتمل لدي المهارات اللازمة في إنشاء برامج متكاملة. طيب جميل جدا يا شباب، بنقول إن برنامج فيجوال بيسك من أنواع البرمجة يا شباب، لكن لما كنا نتكلم عن أنواع البرمجة، برمجة بالكائنات والبرمجة بإيه؟ يا شباب بس تفتكر صوت عندك يقطع يا استاذ. نعم صوتي يقطع عندي. صوت يقطع؟ ايوه ممكن مشكله من عندي ما ادري. كده واضح كده كويس؟ ايوه ايوه يا استاذ. طيب فاكرين لما كنا بنتكلم يا شباب على اقسام لغات البرمجه؟ اقسام لغات أيوة. البرمجه، وقلنا ان احنا عندنا نوعين من انواع او اقسام لغات البرمجه، لغات منخفضه المستوى ولغات عالية المستوى. وكنا قلنا ان اللغات من امثلة لغات منخفضة المستوى لغة الآلة ولغة التجميع، وقلنا من امثلة اللغات عالية المستوى لغة البرمجة الإجرائية ولغة البرمجة بالكائنات. فاكرين الكلام ده؟ انا مش فاكرينه. أيوة. ايوه طيب الفيجوال بيزك من اي نوع من انواع البرمجة؟ البرمجة بالكائنات، البرمجة الإجرائية. البرمجة ايوه الاجرائيه صحيح. أيوة. الكلام ده يا شباب، ها حد ياكد لي المعلومه صحيح ولا مش صحيح؟ ايوه يا استاذ. احنا قلنا ان لغه البيزك هي لغه برمجه اجرائيه، ولكن لما اتطورت وبقت لغه فيجوال بيزك صارت لغه برمجه بالكائنات. وقلنا ان افضل لغات البرمجه هي لغه البرمجه بالكائنات لسهوله التعامل معها وسهوله استخدام الواجهات وانشاء البرامج باستخدام الواجهات اللي قدامنا. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ايه. طيب كيفيه تشغيل البرنامج، كيفيه تشغيل البرنامج والبدء بمشروع جديد. قلنا يا شباب بصفه عامه اي برنامج او اي برنامج انا عملت له عمليه سيت اب على الكمبيوتر، او اي برنامج متسطب على الكمبيوتر او تثبت على الكمبيوتر او نزل على الكمبيوتر موجود في اماكن معينه، ممكن اشغله في اماكن معينه على الكمبيوتر. طيب اول طريقه واسهل طريقه واللي كلنا عارفينها طريقه من قائمه ستارت. بنبدا من قائمه ستارت، نختار اول بروجرام ونبدا نشوف البرنامج بتاعنا موجود فين. انزل ابحث على البرنامج، هتلاقي عنده اهو مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2010، اختار منه مايكروسوفت فيجوال بيزك 2010، بضغط عليه بيبدا يشتغل معايا البرنامج اهو ده البرنامج. طب تاني نشغله تاني، لو احنا قفلنا كده ديسكارد. عايزين نركز يا شباب عشان انا هطلب منكم تكليفات عمليه. تمام؟ تمام. البرنامج اهو بنزله، ثبته على البرنامج، ثبته على الكمبيوتر عندي طبعا الطريقه السهله انتوا عارفينها، نيكست 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 فينش. تمام؟ بعد ما ينزل على الكمبيوتر ببدا من قائمه ستارت وانزل ابحث على البرنامج، هتلاقي موجود في مجلد اسمه مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2010 اكسبريس، بضغط عليه هتلاقي عندي هنا مايكروسوفت فيجوال بيزك 2010. لو ضغطت عليه كده ظهر عندكم شباب هو بيحمل دلوقتي. ايوه قاعد يحمل الصور. ايوه فك الحين. طيب فتح كده البرنامج اهو معايا. تمام ديت اول واجهه بتقابلني في البرنامج فيجوال بيزك. طبعا فيها امرين مهمين جدا او ثلاث اجزاء مهمين جدا. اول جزء نيو بروجكت. نيو بروجكت هو امر خاص بانشاء مشروع جديد، لو انا هبدا انشئ مشروع جديد. تمام؟ طيب وده اللي انا هستعمله دايما لو انا هبدا اصمم برنامج او هنفذ برنامج جديد. اوبن بروجكت ها
حد يقول لي بيعمل ايش الويب اوبن بروجكت؟ يفتح مشروع موجود من قبل. ممتاز. يفتح مشروع انا كنت منفذه قبل كده او انا حفظته قبل كده على جهاز الكمبيوتر، اما بغرض التعديل واما بغرض الحفظ، اي غرض، المهم انه بيفتح لي مشروع انا نفذته سابقا وحفظته على جهاز الكمبيوتر. طيب عندي امر هنا او نافذه هنا او جزء هنا اسمه ريسنت بروجكت. ده شايفينه شباب ريسنت؟ ايوه. وهي بالعربي كده اسمه المشاريع الاخيره. يعني في الجزء ده هتلاقي اخر مشروعات انت نفذتها على جهاز الكمبيوتر، هتلاقي اسماء اخر مشروعات انت نفذتها على جهاز الكمبيوتر او على برنامج الفيجوال بيزك 2010. تمام. يبقى انا عندي ثلاث اوامر مهمين جدا دلوقتي في النافذه اللي تقابلني ديت: نيو بروجكت، اوبن بروجكت، ريزن بروجكت. نيو بروجكت انشاء مشروع جديد، اوبن بروجكت فتح مشروع سابق قد يكون قديم جدا، ريسنت بروجكت اللي هي اخر مشاريع انت فتحتها على جهاز الكمبيوتر على برنامج الفيجوال بيزك بتاعك. تمام. تمام. ريس ورحت رجاله. طيب انا عشان ابدا مشروع جديد، لازم اضغط على يا شباب نيو بروجكت. نيو بروجكت. نيو بروجكت. طيب بيبدا يفتح معايا نيو بروجكت. تمام. تظهر لي نافذه اسمها هنا نافذه ايه يا شباب؟ نيو بروجكت. شايفينها اهي عنوانها نيو بروجكت. يبدا يظهر لي هنا حاجه تحت اسمها ريسنت تمبلت او القوالب الاخيره. طيب ظهر عندي هنا امر انستول تمبلت اللي هو فيجوال بيزك. اروح يمين هتلاقي عندي حاجه اسمها ويندوز فورم ابلكيشن، دبليو بي اف ابلكيشن، كونسول ابلكيشن، كلاس لايبراري، دبليو بي اف براوس ابلكيشن. كل حاجه من ديت لها استخدام معين. انا اللي يهمني في الفيجوال بيزك ان انا اختار ويندوز فورم ابلكيشن. ويندوز فورم ابلكيشن بضغط عليها مره واضغط اوكي، يبدا يفتح معايا البرنامج ويحمل معايا قوائم او النوافذ والفورم اللي انا عايزها عشان اشتغل عليها. تمام. الخطوات اللي انا عملتها يا شباب بكل مره هنعملها واحنا شغالين على البرنامج، لذلك هي مهمه عشان تعرفها، لان كل مره وانت شغال تعمل نيو بروجكت لازم تختار ويندوز فورمز ابلكيشن. ويندوز فورم ابلكيشن. تمام. تمام. وضحت يا رجاله؟ واضح. طيب ديت ده اول خطوه او اولا اللي هو تشغيل برنامج فيجوال بيزك والبدء بمشروع جديد. تشغيل برنامج فيجوال بيزك والبدء بمشروع جديد. اي سؤال في الجزئيه يا شباب؟ لا لسه ده يعني الف باء، لسه بيقول اهو الف باء بسم الله الرحمن الرحيم، فده جزء سهل جدا مفيش فيه اي مشاكل. خلاص تمام.